السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخير. طبعا احنا اليوم في منطقة أكتبات نصور لكم شقة عبارة عن 3 غرف وصالة في مجمع سكني متكامل مساحتها 135 متر مربع. أول ما ندخل عندنا على يدنا اليسار المطبخ زي ما انت شايفين، مساحة كويسة وإطلالة جيدة على المجمع. عندنا الصالة مساحة كبيرة تقريبا 5.5 × 4.5، لها بلكونة خاصة فيها. تطل على المجمع، طبعا مجمع سكني فيه سكيورتي، حراسة أمنية، ألعاب أطفال، مواقف سيارات قريبة من المطاعم، قريبة من مطعم أقبنور المشهورة. هذا الحمام الأول الله يطولكم. عندنا الغرف ميزتها إنها مستقلة تماما عن الصالة والمطبخ. هذه الغرفة الأولى. الغرفة الثانية البانيو الرئيسي، طبعا الغرفة الماستر مساحتها جيدة أيضا، 3×3.5 تقريبا. الدور الأرضي 3 غرف وصالة 135 متر مربع في الدور الأرضي في مجمع سكني متكامل. مزيد من المعلومات تواصل معنا شركة بروج العقارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.